كثير ممن يشرب الدخان يحتج بأنها ليست محرمة بأنها لا تنقض الوضوء. ما شاء الله، وكل محرم أن ينقض الوضوء؟ مش هالقاعدة هذه، هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات، مثل أكل الربا هذا ينقض الوضوء وهو من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك أكل الربا، وهو ما ينقض الوضوء إذا أكله. نعم.